المقاولين عنده ميزه لتعليق الكوره، يعني عنده فاروق بيطلع، سمير بيطلع، عنده حلول. لكن النادي الاهلي تنوع، ما هو قيمه النادي الاهلي ان هو اي مشكله بتقابله في النادي في الملعب اسف بيقدر يحلها، يعني مش هيستنى يخش في محاضره، مش هيخش حتى لو في النادي بيحلها برضه. نعم، حتى لو في النادي بيحلها. لا يعني قصدي اقول اللعيبه عندها خبرات، عندها لا. امكانيات، عندها ثقه، اللعيبه عندها كوره كويسه. صحيح. فدي بتحل لك المشاكل. انا شايف النهارده النادي الاهلي مش هيلعب زي مباراه الزمالك والاسماعيلي، النادي الاهلي النهارده هيلعب بكثافه عدديه في نص الملعب، الكثافه العدديه اللي في نص الملعب يعني يدي حريه للطرفين ان هم يشتغلوا، الزياده والكثافه العدديه الناحيه الهجوميه، الكره الثانيه اللي راجعه من ودي مهمه جدا من دفاع المقاولين، النادي الاهلي استحوذ عليه وسيطر عليه، دي اللي هيجيب منها الاجوال. نعم. النادي الاهلي بردك النادي الاهلي هيلعب وهو حذر جدا في القراءه بتاعه المدرب ان المقاولين بيلعب ازاي، ما انت لازم تتلعب المنافس وانت عارفه بيلعب ازاي، هيلعبوا على الكرات العميقه، يبقى انا اقلل شويه من لو بتلعب بليبرو زي ما اتكلم على حمدي ان هو هيشتغل، لكن في نفس الوقت هو بيبني هجمات. صحيح. في نفس الوقت هو ايقاع الاداء هو بينظمه، ما بقاش في سرعه في الاداء. نعم. من بدايه خالص النادي الاهلي عنده الفرصه ان هو يجيب هدف، لما يجيب هدف هنا المقاولين هيفتح الخطوط، فبيبقى فرصه للنادي الاهلي ان هو يقدر يوصل لمرمى المقاولين، ما فيش مشاكل. المقاولين عنده لعيبه كويسه، يعني المقاولين عنده لعيبه كويسه، لازم يعني انا بتكلم على عبد الله ياسين من اللعيبه كويسه جدا، عنده مثل لويس من نوع اللعيبه السريعه، ولازم ده يبقى هتلاقي المدرب هيحطه ورا علي معلول، فانت لازم يبقى عندك حلول للطريقه، مش الحلول ان انت هتستنى اوضه اللبس ما تخش بين الشوطين عشان تتكلم، لازم يبقى فيه حلول. صحيح. والحلول دي هتبقى من على الخط او الراجل الموسيماني يبتدي يتكلم مع اللعيبه ان هم يبتدوا يقفلوا الاماكن اللي هتبقى فيها مشاكل. نعم. الاهلي وجد ضالته في بيرسي تاو في طريقه واحد على واحد. طبعا لعيب مهاري. هي القصه ببساطه ايه؟ انت الفرق حافظت الاهلي وحافظت الزمالك بشكل كبير قوي. الاهلي كان بيلعب 4-2-3-1، فكل الفرق انت لو مدير فني لاي فريق هتقول يا جماعه هنقفل في نص الملعب، واول ما نقطع الكوره هتحطها ورا علي معلول او ورا اكرم توفيق. وهنا هرد على سؤال مهم قوي، لا هو لما قلب الطريقه لثلاثه بالعكس هو قفل الهجمات المرتده اللي عليه، ولا قفل مساحات في الخط الخلفي. برافو، هي قفل المساحات اللي انا اقدر اطلع منها. بمعنى ايه؟ هو لما بلعب بثلاثه خلى ايمن اشرف ورا علي معلول، وخلى بدر ورا اكرم توفيق، وخلى حمدي فتحي هو اللي في القلب. تمام. قطعت انت الكوره هتحطها فين؟ ما ايمن واقف وبدر واقف وحمدي واقف، فهنا هو قفل لك كل المرتدات. وهو مستر موسيماني نفسه قال الكلام ده في مؤتمر، قال لك انا الفرق كلها بدات تحفظ طريقتي، فانا ببتدي اغير. ثلاثه دي لخبطت فرق كتير جدا، لانك حاطط قفش على طرف، حاطط بيرسي تاو على طرف، بدات تلعب على الامكانيات الفرديه ولخبط الفرق التانية. طيب هو هيبتدي كل مباراه كده بثلاثة اتنين خمسة، علي معلول يعلق واكرم يعلق وبيرسي تاو وقفشه يخشوا لجوه ومحمد شريف، فبقى عنده في الخط الامامي خمسة ويمشي بالمباراه. جاب جون النادي الاهلي، حلو، 100 100، الفرقه هتطلع لك. وهيبتدي هنا بقى ايه السيناريو اللي هو تدوير الكوره والاستحواذ ويخطف. طيب الهدف اتاخر، انا بقول لك يعني السيناريو النهارده هيغير الطريقه بقى، هيروح عامل تكه فنيه، يروح منزل عبد القادر، يروح منزل حد اللي قدامي، يروح منزل حسام حسن، يروح عامل حتى يغيرها في الملعب، يغيرها حتى من جوه الملعب.